السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. ان شاء الله غادي نبدا معاكم اختي في التحضيرات ديال بصح اللي اختي نهار الصفوف، فمرحبا بكم معايا. ان شاء الله غنشارك معاكم الصفوف. طبيعة الحال شاركتو معاكم بزاف ديال المرات، كيكون غير واحد الاختلافات هكا اللي هي بسيطة، كل مرة كنبغيو نديرو واحد الاختلاف، ولكن هاد المرة غنبقى معاكم بدون كثرة الإضافات. العام اللي فات خدمت معاكم الصفوف كنت مدخلة فيه الشكلاط، كاين الناس اللي ما دخلتش لهم الفكرة، ولكن الناس اللي جربوه فعلا عجبهم بزاف. العام اللي قبل منه الحمد لله كنت شاركت معكم، كنت دخلت فيه الشوفان، كنت دخلت فيه الصوجة، المهم كنت دخلت فيه عاود بعض التغييرات. هذا العام ان شاء الله غادي نخدموا صفوف عادي، الصفوف البلدي على حقو طريقو، غير هو غادي ندخل فيها البنات شويه ديال الشوفان. حنا كنعرفوا حتى الشوفان عنده الفوائد ديالو، انا بغيت ندخل شويه ديال الدقيق ديال الشوفان، اللي ما بغاش غير يستغنى عليه. ما غنطولش عليكم بمقدمه وغادي ندوزو اختي ان شاء الله نتوكلوا على الله ونبداو في الصفوف ديالنا ونبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما ننساش نقول لكم عواش مبروكه بالصحه والسلامه وبكل ما كنتمنى. غندوز مباشره ان شاء الله نجيب اختي الكاميرا هنايا باش نشارك معكم الصفوف بلي ديطاي ديالو، غادي تجربي اختي وغيولي معتمد عندك. وغادي نبداو بالتحمار ديال الطحين. اللي بغات تحمروا البنات في الفران الزنقه كيبقى لكم الاختيار، انا غالبا كنحمروا غير في الدار، يعني ما كتكونش عندي واحد الكميه هكا اللي هي كثيره. فبالنسبه للدقيق انا درت 2 كيلو، غادي نقسمها هكا وغادي نحمرها غير في الكوكوط. تقدروا تحمروا حتى في الفران ولكن انا في الكوكوط كيجيني ساهل اكثر. صافي غادي نديه دابا فوق البوطه. وبطبيعه الحال بالنسبه لبنات الدقيق ما خصناش نغفلوا عليه، خصوصا ملي كيبدا يسخن راه كيتحرق لينا من التحت، خصنا نبقاو مقابلينو هكا بالتحريك. ومباشره غادي ندوز باش نبدا نوجد هكا في القوام ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بها هو الجنجلان، غادي نعطيكم المكونات هكا في الفيديو وما غنساش اني غنكتبهم لكم حتى في صندوق الوصف. بالنسبه للجنجلان عندي 2 كيلو ديال الجنجلان اونص، هانتوما البنات. غادي نبقى ندير شويه بشويه. انا هاد العام غادي نعتمد على الاير فراير بزاف في التحمار، بغيتو تحمرو في الفران كيبقى لكم الاختيار. غنبقى ندير شويه بشويه، والصراحه فعلا البنات كانت عمليه وسريعه الحمد لله، يعني بالزربه كانت كتحمر ليا. غادي نخلي البروغرام الاول اللي هو الاير فراير بالنسبه للاخوات اللي عندهم الاير فراير باش يعرفوا الطريقه باش خدمت، ولكن غادي ننزل درجه الحراره، غادي نخليها غير في 150 هي درجة الحرارة علاش غادي نحمر الجنجلان، ما كنعتمدش على الوقت، غادي نبقى مقابلاها. بطبيعة الحال كناخد شوية جنجلان كندوقو، مني كنلقى صافي يعني تقرمش وطاب، ما نخليوش عاوتاني حتى يتحرق وتولي لنا فيه المذاق ديال المرورة، غنحيدو ونبدا ندير شوية بشوية حتى نكمل ديك الكمية اللي عندي كاملة. فبحال اللي قلت لكم انا كنقضي شغلي ومره مره كنرجع للجنجلان كنحركو هكا واحد التحريكه باش كيتحمر ليا بشكل متساوي. هنا جبتكم معايا الطحين باش تشوفوا انه بدا كيتحمر، وبحال اللي قلت لكم البنات الطحين خصنا نقابلوه ما خصناش نغفلوا عليه باش ما يتحرقش لنا. انا غنبقى بحال اللي قلت لكم نحمر هكا شويه بشويه تنكمل هاد 2 كيلو اللي عندي ان شاء الله، ونخليها حتى هي على جنب ونكمل معاكم المراحل الباقيه. رجعت معكم الجنجلان هنا البنات، راه كنت كملته كامل اي باش ما يصحاب لكمش رجعته فوق الجنجلان اللي كان خضر، راه كملته كامل في التحمار ورجعته نيت في ديك الزليفه. دابا غادي ندوزو اللوز. اللوز غادي نستعملو بالقشره، انا اللوز دايره كيلو ديال اللوز، غادي نرشو بالزيت. هنا كنرشو شويه بزيت، كنكون اختي شويه سخيه بحال اللي كنقولو في الزيت باش يتقلى ليا اولا كيتقلى بواحد الطريقه اللي هي زوينه وكيجي مقرمش. صافي وغادي نقليه حتى هو اولا غادي نقليه هكا في الاير فراير. هي هو اللوز غادي نطلع شويه درجه الحراره ل 160 وحتى هو غنبقى مقابله، يعني ما غنعتمدش على الوقت. بالنسبه لحبه حلاوه والنفع مني وريتكم اني كنغسلهم جاوني عليهم تساؤلات كثيره كيفاش كننشفهم. انا البنات بحال اللي كنشف الجنجلان بحال اللي كنشف النافع وحبه حلاوه، يعني كنبقى نشرهم هكا في الشمس حتى كينشفوا لي مزيان، طبيعه الحال كننقيهم. دابا غادي ندخلها للفران غير تصهد غير شويه البنات، حضيو مع النافع وحبه حلاوه راهم ما كيبغيوش السخونيه بزاف،
بالزربه يعني كيتحرقوا. انا بحال هي كنحيد لهم شويه ديك البروده باش كيسهل عليا الطحين ديالهم. وبنفس الطريقه البنات من بعد ما صهدت شويه هكا حبه حلاوه، دابا غادي ندوز نصهد هكا عاود النافع. صافي البنات ها نتوما صهدت هنايا شويه النافع هو وحبه حلاوه، غير كنسخنهم. انا كنأكد على هذه المعلومه هذه، وجدت حتى القرفه حتى هي ان شاء الله باش نطحنها. اللوز ها هو كيتحمر، يعني راه باقي عندي شي حاجه في الاير فراير كنكملها. الجنجلان ديالنا ها هو دابا دزت للشوفان، غادي ندخلو البنات غادي نحمرو في الفران، غادي نحمرو هكا هو الاول، عاد غادي نطحنو باش كنحصل على الدقيق ديال الشوفان. المهم غيتحمر ونوريه لكم البنات. ها نتوما حتى اللوز ديالنا راه تحمر، راه غير التصوير كيبقى يبين لكم بحال اللون ديالو مغلوق، راه هو هذاك. باش كنعرفوا اللوز ديالنا تحمر كناخذوا هكا واحد الحبه كنهرسوها وكنشوفوها من الداخل، يعني تكون داك اللوين ديالها مذهب. صافي دابا بنفس الطريقه غادي نحمر حتى الكاوكاو. فالمهم البنات راه كيبقى لكم الاختيار في الكاوكاو، اللي بغات تقليه في الزيت ماشي مشكل كتقدروا تقليوه. انا الصراحه فضلت هذا العام ندير كلشي غير بالاير فراير، ولكن ضروري ديك الرشيشه هكا ديال الزيت باش كيتحمر لينا مزيان. شتيو كنرش عليها كا شويه الزيت بزايد باش كيتدهن باش كيتحمر وكيجي مقرمش. صافي وحتى هو بنفس الطريقه غادي نحمرو على 160 درجه بحال اللي حمرت اللوز نيت. وبطبيعه الحال الناس اللي ما كيبغيوش الكاوكاو راه كتقدروا اختي تستغناو عليه. انا كيعجبني الكاوكاو في الصفوف راني كنديرو. وباش ما ننساش راه الكاوكاو حتى هو درت كيلو البنات، كيلو ديال الكاوكاو هاد المنقي هذا. صافي وبالنسبه للشوفان ها هو البنات من بعد ما تحمر، راه واخا هكاك الكاميرا كتبينوا لكم بيض، ولكن راه اللون ديالو راه تحمر، يعني راه ولا اللون ديالو هكا مذهب. وبالنسبه للشوفان باش ما ننساش حتى هو الكميه اللي استعملت، راه درت نص كيلو البنات. ها نتوما انا راه كنحاول انني نبين لكم، غير الكاميرا شويه ما كتعطيش الالوان، يعني ما كتجيبش لنا نفس اللون بحال مباشره. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نبدا في الطحين. اول حاجه غادي نطحن هو الشوفان، يعني باش نحصل على الدقيق ديال الشوفان. صدقوني البنات راه ما تيجي زعما داير شي مذاق اللي هو خايب في الصفوف، بالعكس كيزيدوا مذاق وحتى يجي حتى هو زوين بزاف. وحنا كنعرفوا الفوائد ديال الشوفان، يعني زوين اننا ندخلوه هكا في الخبز في الماكولات ديالنا. صافي غادي نبدا نطحن هكا شويه بشويه بالطحانه ديالي. ما عندكمش البنات هاد الطحانه، راه كل وحده غتطحن في داكشي اللي موالفه كطحن به في البيت ديالها. واي حاجه طحنتها البنات كنغربلها. انا حتى الدقيق ديال الشوفان هكا من بعد ما طحنته حتى هو كنغربلو هكا في الغربال، هذا الغربال ديال السلك الرقيق، صراحه راه كينفعنا بحال هكا في التحضيرات ديال الصفوف. مباشره من بعد ما كملت هكا الطحين ديال الشوفان، دابا غادي ندوز باش غادي نطحن النافع. انا النافع ما غنطحنوش كامل، غادي ناخذ منه تقريبا غير الكميه اللي غادي تكفاني، وداك الشيء اللي غيبقى كنخليه هكاك صحيح حتى كنبغي نستعمله في شي حاجه عاد تنطحنو باش كيبقى مجهد كتبقى فيه ديك الريحه ديالو عاطيه. صافي بحال اللي شفتوا انا خديت الكميه اللي غادي تكفاني، حتى هي غادي نطحنها مزيان حتى تنيل ونغربلها. من بعد ما طحنته وغربلته دابا غادي نطحن عاوتاني حبه حلاوه. حتى حبه حلاوه ما غنطحنهاش كامله، غنطحن غير الكميه اللي غتكفاني واللي بقى راه كنسد عليها هكا في قريعات باش كيبقى لي مزيان. من بعد ما طحنتها دزت باش غادي نطحن العويدات ديال القرفه، وكل شيء بحال اللي قلت لكم اللي طحنتها كنغربلها. حاولت نشارك معكم البنات لي ديطاي باش تكون الخدمه اختي هي هذيك. ودابا اختي غادي ندوزو لتخلاط الصفوف ديالنا. اول حاجه خديت واحد البانيو، المهم كل وحده كتخلط في داكشي اختي اللي كيناسبها. هاد البانيو نقي اختي راه ما مهم صاحب التعليقات السلبيه، طبيعه الحال راه كل وحده اختي كتنقي في دويرتها كيف ما هي كترتاح. انا درت هكا الطحين بطبيعه الحال اللي حمرت معكم جوج كيلو ديال الطحين، غربلتها وبطبيعه الحال ملي كنحرقوه راه كينقص، راه ما كيبقاش، يعني كينقص منه شويه. درت هنايا شويه ديال المسكه حره اللي طحنتها مع شويه ديال السكر سنيده اولا دقيتهم مزيان. هنا بالنسبه للنافع درت كياس ديال 4 ديال المعالق كبار عامرين، بطبيعه الحال كلشي مغربل. القرفه حتى هي قياس ديال 4 ديال المعالق كبارين، وحبه حلاوه حتى هي 4 ديال المعالق كبار. المهم انا المعلقات اللي درت راهم عامرين البنات باش كيجينا اختي الصفوف ديالنا منسم وهو هذاك. وبالنسبه للمسكه حره راني درت تقريبا هكا شي 8 ديال الحبات ديال المسكه حره
دكيتهم مع واحد المعلقه ديال السكر سنيده. غادي ناخذ هكا من الجنجلان اللي حمرت انا وياكم، فبحال اللي قلت لكم عندي 2 كيلو ونص، خديت منهم هكا قياس ديال واحد الزلافه كنديرها صحيحه. انا كيعجبني شويه ديال الجنجلان يكون هكا صحيح في الصفوف، كاين اللي ما كيبغيش هكا الجنجلان صحيح ما يديروش، يعني يخدم بالطريقه اللي غنشارك معكم بلا ما يزيد هاد الزلافه. هنا عندنا الدقيق ديال الشوفان، غادي ناخذ تقريبا نص ديالو، والنص غادي نخليه على جنب، غادي نخدم به واحد التخليطه اللي غالبا انا كنديرها البنات في الصفوف وكنشاركها معكم كل عام. الا كنتو دايرين بحالي هكا الدقيق ديال الشوفان غتصاوبوها بالدقيق ديال الشوفان، ما كنتوش دايرين وغديروا غير الدقيق العادي، خليوا شويه ديال الطحين محمر وخدموا به ديك التعليكه بالطريقه ان شاء الله اللي غنشارك معاكم. هنا عندي واحد الحبه ديال الكوزه، انا خديت غير كوزه البنات غير صغيره، راه ماشي كبيره، هي باش غادي نسمو هكا الصفوف ديالنا كنحكها هكا في الحكاكه، وما غنديرهاش كامله يعني تقريبا خليت الربع ديالها، دايره غير حبه صغيره ماشي كبيره، ما درتهاش كامله بحال شاطلي منها الربع. دابا غادي ندوز باش غادي ندير السكر وحتى هو غادي نغربلو. انا البنات دائما كندير سكر كلاصي سبيسيال، يعني سكر كلاصي اللي النوعيه ديالو مزيانه وكل واحد تيخدم بداكشي اللي كيريحو. بالنسبه البنات الكميه اللي درت ديال السكر كلاصي انا غنعطيها لكم بالضبط، وجاتني الحلاوه ديالو معقوله هي هذيك، راه درت البنات 350 غرام ديال السكر كلاصي، ولكن بطبيعه الحال كل واحد كيذوق الحلاوه اللي كتناسبو. انا ما كيعجبنيش الصفوف يجي حلو بزاف، 350 غرام كانت كافيه، يعني جاتني الحلاوه ديالو معقوله. بغيتو تزيدوا شويه راه كتقدروا توصلوا حتى 400 غرام، راه كتكون يعني كافيه. وحتى هو كنغربلوه بحال اللي شفتوا صافي، وغنخلط هكا هاد المكونات مع بعضياتهم. من بعد البنات ما خلطت المكونات اللي كلهم عندنا مطحونين ومغربلين، دابا غادي ندوزو للمكسرات ديالنا. بطبيعه الحال اللي كلشي محمر كلشي هو هذاك، خديت الهاشوار. بالنسبه للوز تقريبا قسمته من النص، يعني عندنا بحال اللي قلت لكم كيلو ديال اللوز، غادي نهرمشو في الهاشوار، ماشي غادي نسحقو، غادي غير نهرمشو. انا كيعجبني الصفوف ملي نكون ناكلو نلقى داك القوام هكا، يعني فيه مهرمش، ما كيعجبنيش يكون كامل منيل. صافي غادي نجيب البانيو ديالنا اختي اللي كنخلطو فيه الصفوف صافي، وغادي نزيد هاد اللوز هذا اللي هرمشت. انا دابا البنات اللي وجدتها كنديرها في هاد البانيو، هكا كتجيني الطريقه ديال الخدمه ساهله. وراها البنات هاد الصفوف خدمتو معاكم كامل يعني في نفس النهار، ماشي فرقت الخدمه ولا هذا، والحمد لله يعني واخا هكاك ما خداش مني واحد المجهود اللي هو كبير. ففعلا البنات هاد الطحانات وهاد الشيء كيسهلوا علينا الخدمه، ففعلا عندهم اختي المنافع ديالهم حتى هما. هنا عاوتاني الكاوكاو حتى هو تقريبا قسمته من النص، النص غادي نهرمشو هكا في الهاشوار والنص خليته. المهم انا راه كنقسم عيني ميزاني، ماشي ضروري داكشي يكون مقسوم نيت اختي. الحبه على اختها. الكاوكاو ديالنا حتى هو ها هو هرمشتو، انا كنحاول نقرب لكم شويه هي باش يبان لكم ان داكشي راه غير مهرمش ماشي تنسحقو في الطحين، حيت النص اللي بقى راه غادي نيلوه. وبنفس الطريقه عاوتاني الجنجلان ديالنا حتى هو غادي نطحنوه البنات هكا في الهاشوار، غادي نطحنو شويه هكا باش بحال اللي كيتهرس باش كيطلق ليا داك المذاق ديالو، ما نبقاش نحس بداك الجنجلان كامل هكا صحيح في الصفوف، وعاوتاني ما يكونش كامل منيل. انا الهاشوار كنعطيه شويه الطحين، حيت الهاشوار واخا هكاك راه ما كطحنش لينا الجنجلان بسهوله، كيبغي شويه ديال الوقت باش كيبان لينا هكا الجنجلان ديالنا بحال اللي كيتهرس كيولي شويه هكا بحال لا غبره. ها نتوما البنات انا كنحاول نقرب لكم باش يبان لكم ان الجنجلان ديالنا هكا كامل بحال اللي كيتهرس يعني كيتطحن شويه. صافي البنات ها نتوما من بعد ما هرمشت النص ديال الكاوكاو، النص ديال اللوز، والنص تقريبا ديال الجنجلان حتى هو هكا كنهرمشو واحد شويه، ما خصوش يبقى لي باين كامل صحيح. دابا غادي ندوز باش غادي نطحن المكونات اللي باقي لينا. غادي نبدا البنات بالكاوكاو، فالمهم في هذه المرحله هذه انا الكاوكاو غادي نطحنو مزيان حتى يطلق لدام ديالو.
صافي هنايا الكاوكاو ديالنا من بعد ما كنحس به هكا تطحن، عرفتوا البنات راه تقريبا راه ما كتكونش كامله دقيقه ما شاء الله كطحن ليا، ودائما البنات راه ما كنحل حتى كنحيد البريز عفاكم ديروا بالكم مع بحال هاد الطحانات. هنا كنوريكم ما شاء الله عرفتوا رضات اختي بحال زبده، ها نتوما اختي الزبده ديال الكاوكاو بحال اللي كنقولوا اولا الزبده ديال الفول السوداني، عرفتي نيلات ونيت حتى طلق داك ليدام ديالو. دابا غادي نزيدو حتى هو على باقي المكونات ديالنا هكا اللي جمعنا في البانيو. صافي من بعد ما حيدت منها الكاوكاو دابا غادي ندوز باش غادي نطحن عاوتاني اللوز بنفس الطريقه، حتى هو غادي نيلو مزيان حتى يطلق ليا البنات حتى هو داك الزيت ديالو. صافي اللوز حتى هو يعني طحنتو الوقت الكافي مزيان باش كيطلق لي حتى هو داك الزيت ديالو، فبهالطريقه البنات حتى السفوف يعني ما كنحتاجوش لوليدان بزاف. بحال هاد المكونات هادو اللي كنطحنوهم بهذا الشكل هذا كيعاونونا انهم كيعلكوا لينا السفوف ديالنا. وبنفس الطريقه طحنت البنات حتى الجنجلان، غير هو جنجلان بان لي بحال بقى لي شويه ما طالقش ليدام مزيان، غادي نزيد له هكا واحد شويه ديال الزيت نباتيه باش يزيد يتعلق ويطلق ليا مزيان داك ليدام باش يعاونني هكا في الجميع ديال السفوف. صافي البنات من بعد ما طحنت المكونات ديالنا كاملين، ها نتوما هنايا الجنجلان اللي علقته مزيان بحال اللي شفتوا راني زدت ليه شويه ديال الزيت باش يتعلق ليا مزيان، وهنايا الكاوكاو وهنايا اللوز. صافي يعني كل شيء ها هو موجود، بقات لينا البنات اخر حاجه هي الزبده اللي غادي نصوب بها واحد التعليقه هي الطحين ديال الشوفان. خديت الكوكوط ودرت فيها البنات الزبده، انا بالنسبه ليا البنات درت نص كيلو ديال الزبده، اللي دام راه كيختلف كل واحد كيدير داكشي اللي كيكفاه، انا دابا تنشارك معاكم داكشي اللي كفاني. ها نتوما انا راه وريتكم خديت كيلو ديال الزبده خديت منه نص كيلو، درتها هكا في الطنجره باش تذوب، وكنزيد لها شويه ديال المليحه باش كنصحوا الذوق وكيجينا السفوف ديالنا لذيذ. انا كنفضل انني ندوب هكا الملحه في الزبده على انني نرشها فوق فوق القوام ديال السفوف، كنطيحوا بعض المرات في دوك الحبيبات ديالها ملي كنكونوا ناكلوه كنحسوا بواحد المذاق اللي هو ما زوينش، داكشي علاش من الاحسن ذوبوها في السخونيه ديال الزبده مباشره. هانتوما من بعد ما كتذوب لنا الزبده ديالنا غير كتذوب ماشي تكتحرق، غادي نضيف ليها داك الرابعه تقريبا ديال الطحين ديال الشوفان اللي خليت، ما درتوش البنات طحين الشوفان بحال اللي قلت لكم، خليو قياس ديال واحد الرابعه من الدقيق العادي اللي حمرنا يعني يكون هكا كنيت محمر، وزيدوه بحال هكا على الزبده وكتبقاو تزيدوا تحمروا في داك الطحين مع ديك الزبده حتى كيتحرق لينا داك الحليب اللي كيكون في الزبده، وكتعطينا البنات هاد التخليطه واحد المذاق لذيذ بزاف. انا ما كنستغناش عليها في السفوف، كل عام كنشارك معكم سفوف كنشارك معكم في هذه الخلطه، غالبا كنديرها معكم بالطحين العادي وهذا العام درتها معكم بالطحين ديال الشوفان. ها نتوما البنات كنقاس العافيه كنديرها متوسطه وكنبقى مقابله هكا هذه الزبده مع هذا الطحين، وانا كنحرك فيهم حتى كنحصل على واحد الخليط اللي اللون ديالو مذهب، وكنكون متاكده ان صافي ديك الزبده تحرق لي هذاك الحليب اللي كيكون فيها، باش هكا السفوف واخا كيبقى عندنا مده طويله ما كيوليش فيه هكا شي مذاق اللي هو خايب او لا يغمل لينا لا قدر الله نهائيا. فغيتبعوا اختي المراحل، راه اهم حاجه في الوصفه هي اننا نتبعوا المراحل ديالها. صافي غادي نزيد نخليه هكا شويه يطيب باش كتحرق لنا الزبده مزيان. هانتوما البنات يعني راه كيغلي وانا باقا مخليه شويه، غير هو العافيه تكون متوسطه باش ما تحرقش لينا. ومن بعد ما وجدت الخلطه ديالنا ديال الزبده والدقيق ديال الشوفان خليتها البنات حتى بردات، عاد غادي نضيفها على السفوف ديالي اولا على باقي المكونات. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في السفوف ديالنا كاملين، واهم حاجه اختي واصعب مرحله في السفوف هي المرحله ديال الدليك، يعني السفوف كيبغي اننا ندلكوه مزيان باش كيطلق لينا داك ليدام ديالو. انا البنات كيف ما شاركت معاكم العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه، انا اختي السفوف كندلكو في العجانه هكا باش كنتكيس على يديا، بحكم راكم عارفين الحمد لله ان يدي مريضه وصعيب عليا انني نجلس هكا نبقى ندلك في السفوف، السفوف كيبغي الدليك ديال بصح. كنتي اختي قاده دلكيه بيديك، دلكيه اختي مزيان باش يطلق لك داك ليدام،
ما قديتيش كدلكيه بحال اللي غندير انا في العجانه. الا عندك بلا ما تعذبي اختي راسك، راه فعلا البنات كدلكونا بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. بالنسبه لليدام انا راه غنزيد البنات شويه ديال الزيت حيت كان ناقصني فيه شويه ديال الليدام. كل واحد كيزيد داكشي اللي كيرتاح فيه. تقدروا تزيدوا الزبده اللي تكون بطبيعه الحال نوازت، يعني الزبده اللي نحرقوا لها الحليب ديالها باش ما يغمالش لنا السفوف، اولا كاين اللي كيبغي يدير فيه الزيت البلديه كيبقى لكم الاختيار. انا ما كنبغيش السفوف بالزيت البلديه، اولا ديروا بحالي تزيدوا فيها هكا شويه ديال الزيت نباتيه. انا من بعد ما حركته مزيان وخدمته بان لي باقي ناقصو شويه ديال الليدام، زدت له هكا شويه ديال زيت نباتي. صافي البنات هنايا راه كنت بديت كندلك فيه هكا في العجانه. راه البنات حتى كندلكوه عاد كيزيد يطلق لنا الليدام ديالو بحال اللي قلت لكم. المهم الليدام كل واحد يزيد داكشي اللي كيناسبو، كاين اللي كيبغي السفوف معلك بزاف، كاين اللي كيبغي غير شويه، كل واحد غيدير داكشي اللي كيناسبو. اهم حاجه هو انني عطيتكم المكونات الطريقه اللي كنخدم بها، وفعلا البنات غير صدقوني اختي راه جربتوا الطريقه ديالي في السفوف غتعجبكم. شكر راسو اختي ضروري حيت فيه لنا البنات كيجي زوين. انا في العجانه البنات راه كندلكو بديك الباليت، كنتمنى انها تكون باينه ليكم، ماشي الكروشي اللي كندلكو به العجينه. هاد الباليت اللي كنشارك معاكم اللي كندلك بها هكا اولا كنجمع بها غالبا العجائن ديال الحلويات. هنا راه كنوريكم شوفوا ما شاء الله كيفاش تعلك، يعني راه غير داك شويه ديال الزيت اللي زدتو كان كافي باش انه يتعلك ويجي هو هذاك. ومن بعد ما كملت هكا دليك اختي ديال بصح السفوف، فصدقوني البنات كيجي زوين بزاف، جربوه وردوا عليا. فحاولت انني نشارك معكم الطريقه ديالي في هاد السفوف هذا. نعاود نقول لكم اختي عواشركم مبروكه بصحة والسلامة وبكل ما كتمناو. حاولت هكا نزينو معكم غير واحد التزيين خفيف غير فوق القصرية النيت غير باش ناخذ لكم ليه هكا الشكل النهائي. فكنتمنى طريقتي تنال الاعجاب ديالكم. حاولت انني نشاركها معكم بطريقة مفصلة ونبسط لكم الطريقة باش ما تصعبش عليكم الامور، وكل شيخ تيجرب ان شاء الله السفوف. فهنا غنقول لكم بسلامة عليكم، تلقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديدة.